وفلاحو منطقة الشاوية استبشروا خيرا بهذه الأمطار التي بلغ معدلها 200 ملم، على اعتبار أنها ستساهم من دون شك في موسم فلاحي جيد، لا سيما أن المنطقة زراعية بامتياز. يكفي أن نشير إلى أن مساحتها المزروعة تقارب 500,000 هكتار. تفاصيل أكثر مع عبد الرحيم بوحديوي وتحرير ليوسف الحميدي. 342,000 هكتار من الحبوب مزروعة بأكبر منتج لهذه المادة في المغرب، الشاوية. في الشاوية يقوم الفلاحون بتسميد الأرض لأجل إنتاج جيد، خاصة وأن التساقطات المطرية الحالية تشكل فعلا حسنا بالنسبة إلى توقيت نزولها. الحمد لله ونشكره على الأمطار ديال الخير اللي تتهاطر علينا حاليا، اللي عندها واحد الأثر إيجابي على الغطاء النباتي، وطاحت في هذا الوقت اللي هو ممتاز جدا في الدخله ديال البرير. وكما تيقولوا لنا ناسنا الاولين، شتات برير تفكها من كل ضرير. في العشرين يوم الاولى ديال الليالي، وزادنا العشرين يوم الثانيه ديال الليالي اللي هي كانت مهمه بزاف، ونتمنوا ان شاء الله ثاني باش يكون مارس وابريل باش يكملوا واحد الفلاحه اللي هي تقريبا بالنسبه للحبوب اللي هي والكسيبه، لان كتعطيها الربيع ديالها والجوده ديالها، لان هذه المياه ديال الامطار عندها واحد القيمه وعندها واحد المزايا اللي هي كثيره. مزايا تتعدى الحبوب الى الخضروات، 5% من المساحات المزروعه بالشاويه هي للخضروات، وتساعد الامطار المسترسله في ضمان نمو جيد ل 30,000 هكتار من الخضروات، خاصه وانها تقي الفرشه المائيه شر الاستنزاف. هي كتلعب دور مهم في تغذيات الفرشه المائيه بالجهه بالمنطقه، اللي هذه الفرشه المائيه غادي تساعد في سقي الخضروات الخصوص، وهنا كيستعمل داير السقي بالتنقيط اللي هو كذلك كيساعد على اقتصاد الماء والمحافظه على الفرشه المائيه. للاشاره فقد شهدت المنطقه الى حدود اليوم تساقط 200 ملم، مقاييس تعد بموسم فلاحي جيد ان تلتها اخرى في شهر مارس المقبل.